جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لم تتوقف عند المساعدات والخدمات والمرافق، لكن مبادرة ازرع اللي بترعى وتدرب وتشجع أهالينا في مختلف محافظات الجمهورية تواجدت أيضا في صعيد مصر، ومن ضمن الجهود دي مدرسة حقلية لصغار المزارعين واللي دربتهم على كيفية زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحسين إنتاجيتهم. نشاهد. زراعة 150 ألف فدان من القمح وتقديم الدعم والإرشاد ل 100 ألف مزارع هو ما تستهدفه المدارس الحقلية في أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة ازرع التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وهنا في قرية النواورة بمحافظة أسيوط تعمل الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني على تقديم الدعم الفني ونشر ثقافة الزراعة الصحيحة عالية الإنتاج بين المزارعين ضمن قافلة ستر وعافية 19. مبادرة ازرع بتستهدف زراعة 20,000 فدان هنا في أسيوط قمح، بتقدم لهم الدعم سواء الأسمدة أو سواء التقاوي. متقسم الشغل المحصول في 6 مدارس حقلية بداية من تجهيز الأرض. ده حقل حاليا اللي احنا بنعمل فيه المدارس الحقلية، التقاوي كان سعرها 340، ده سعر السوق ووصلت كمان أعلى من كده. المبادرة كانت بتضمن إن التقاوي توصل للمزارع بنص الثمن. محاضرات بيتم عمل مدرسة حقلية على 5 مرشدين، كل مرشد مخصص عليه 250 مزارع، بيتم توعية المزارعين على طريقة الزراعة وطريقة الري. توفير التقاوي والأسمدة عالية الجودة من أهم آليات دعم صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح من خلال التحالف الوطني الذي يسعى لزيادة الإنتاج من المحصول الاستراتيجي، وهو ما شكل إضافة كان لها بالغ الأثر في أسلوب الزراعة ورعاية المزروع. نشكر الناس اللي هي سائلة فيني للمدرسة وبتوعينا لزرع القمح لأننا احنا كنا من غير واحد. خدنا تقاوم دعم سعر الشكارة بدلا من 340 خدناها 170 جنيه. يشرف علينا على الري وعلى الرش، الدكاترة برضو بيدي يشرف علينا وعلى الزرع. تهيئة بيئة مناسبة للزراعة على مستوى الجمهورية هو ما تهدف إليه مبادرة ازرع التي دخلت حيز التنفيذ في 8 محافظات لتشق طريقها في دعم زراعة الذهب الأصفر وتحقيق الأمن الغذائي.